مكملين كلامنا عن الرياضه. امبارح كان في مباراتين في دور ال 16 بكاس الامم الافريقيه، وفاز منتخب كوت ديفوار على منتخب السنغال حامل لقب بطوله امم افريقيا بركلات الترجيح بنتيجه 5-4. كمان منتخب الراس الاخضر تاهل لدور ال 16 بعد ما فاز على منتخب موريتانيا 1-0. تفاصيل اكتر عن المباريات دي هنعرفها من محمود صبري. صباح الخير عليك يا استاذ محمود، طبعا ناقد الرياضي الكبير استاذ محمود صبري، صباح الخير عليك. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير يا استاذ المشاهدين. صباحك فل. طيب البطولة فيها مفاجآت وفيها حظوظ كمان، لكن خلينا نبدأ طبعا بفوز المنتخب الإيفواري على حامل اللقب في السنة اللي فاتت منتخب السنغال. طيب هو نبدأ بالمنتخب الإيفواري. المنتخب الإيفواري كان عنده تعثرات كبيرة قوي في المجموعة قبل ما يبدأ البطولة. كان المنتخب الإيفواري من ضمن المنتخبات المرشحة بقوة انها توصل للنهائي البطولة، ولكن عند الوصول في البدايه مباراه نيجيريا كانت مفترق طريق، هزيمه 1-0 قدام الجماهير، بعدين 4-0 قدام غينيا بيساو، اقاله المدرب امريس فايف، وضع صعب جدا قدام المنتخب السنغالي حامل اللقب، ومن هنا كانت نقطه انطلاقه المنتخب الايفواري. طبعا المنتخب الايفواري كان قدامه فرصه انه يصلح كل ده، انطلاقه بطل من جديد، بيصحح اوضاع، بيغير اوضاع. هل ده كان الدافع ليه طيب؟ هو دافع كبير جدا، دافع كبير جدا، لان دلوقتي انت بتلعب قدام جمهورك، انت من ضمن المنتخبات المرشحه بقوه تاخد البطوله، انت واحد من اكبر المنتخبات في القاره، انت بتلعب بكبرياء، بتلعب بالفلانه بتاعتك، بتلعب انك منتخب ليه تاريخ، بتلعب بتاريخك، انت مش بتجازف. طيب كلمنا عن طريقه لعب المنتخب السنغالي اكتر، يعني هل اليو ساسي اخطا في اداره المباراه عشان كده خسروا؟ هو امريس فاي تفوق على اليو ساسي. امريس فاي لعب المباريات على يعني نسق متوازن، بدا المباراه بتشكيل كان خاطئ، بدا يصحح الشوط الثاني، نزل هيلارد، نزل كيسي، نزل بيبي، بدا يضغط من الجزء الامامي، وهنا بدات تظهر اخطاء المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي رغم قوته الهجوميه ولكن عنده اخطاء دفاعيه كبيره جدا. لما تيجي تلعب قدام منتخب الايفواري عنده فوفانا في نص الملعب، عنده هالر قدام، عنده كوامي، عنده فرانك كيسي، فانت قدامك حلين، لا اما هتراجع وتتحافظ على الهدف اللي هو كان اصلا كان ممكن يزيد ويزود الغله لعيبه السنغال، ولكن هنا تراجع المنتخب السنغالي وده اللي استغله بشكل كبير قوي منتخب كوت ديفوار. وهنا كانت اخطاء سيسي، سيسي ما عرفش يتدارك الاخطاء في المباراه، سيسي كان بيتراجع وبيدافع فقط. لكن في تطور زي ما انت قلت كده في اداء منتخب كوت ديفوار من في البطوله بشكل عام، من البدايه بدانا واحده واحده، طبعا الحظ خدمه كمان وكمل لحد ما شفنا مباراه الامس. هو الحظ خدمه زي ما خدم منتخبات كتير، يعني منتخب الكونغو الديمقراطيه حقق زي ما كان خدمنا مثلا، هو منتخب الكونغو الديمقراطيه لعب قدامنا زيه زينا، ما فيش اي انتصار، حقق انتصار بالنسبه لي في البطوله قدام منتخب مصر. لما نيجي نبص برضه منتخب الكونغو قدامه فرصه يوصل نهائي، يعني حتى الطريق بتاعه السنغال اوت قدامه طريق يعني يكاد يكون سهلا، ودي كانت فرصه كويسه ان احنا نكمل في البطوله، لكن توفيق الله يعني. طيب احنا بنتكلم على فريق السنغال اللي هو مليان بالنجوم اللي بيلعبوا في طبعا يعني اولمبيات كتير، وعايزه اعرف ازاي فريق زي ده كان مرشح جدا جدا للبطوله خسر بالطريقه دي، وازاي كوت ديفوار دلوقتي طريق ميسر ليها جدا للفوز بالبطوله. طيب هو فريق السنغال النجوم عنده نسبه نجوم كبيره جدا جدا، يعني ساديو ماني عنده فاي، عنده دريسا جاناجي، عنده لاعبين محترفين في جميع الانديه، تمام؟ ولكن لما نيجي نبص المنتخب السنغالي، هو المنتخب السنغالي ما عارفش قيمه المنتخب الايفواري، هو بص لاخر مباراتين، بص لاخر نتائج، بص لمباراه نيجيريا وبص لمباراه غينيا بيساو. ما عارفش يقدر حجم المسؤوليه الكبيره الموجوده على حمل اللقب. ولسه دي اللي بنتكلم فيه، يعني يعني ما اداش منتخب كوت ديفوار حقه. بالظبط، ما اداش منتخب كوت ديفوار حقه، بالرغم ان منتخب كوت ديفوار من بدايه البطوله هو المرشح الاوفر حظا انه يفوز بالبطوله، كل العوامل موجوده عنده. كل العوامل موجوده، سواء لاعبين، سواء جماهير، سواء دعم معنوي، سواء كل العوامل موجوده، يعني كل العوامل موجوده.
احنا ما بنتكلمش في قوه المنتخب السنغالي اكتر ما بنتكلم انه كان لازم يحترم المنتخب الايفواري. محمود انت يعني كناقد رياضي متفاجئ شويه طيب باداء بعض المنتخبات الغير مصنفه؟ هو بعض المنتخبات الموجوده حاليا الكره الافريقيه تطورت بشكل كبير لعده عوامل. يعني هتلاقي عندك منتخبات القوى العظمى في تراجع كبير قوي في المستوى، حتى كفنيات ما بتبقاش الفنيات بالشكل المطلوب. انت كمنتخب كبير في اوروبا او في اي منتخب في العالم بتقارنه بمنتخبات القاره الافريقيه بتلاقي ان منتخبات القاره الافريقيه دلوقتي كلها في مستوى متقارب. سواء زياده عدد محترفين، سواء انخفاض معدلات بدنيه نتيجه لضغط المباريات وعدم تنظيم جداول المباريات في البلدان نفسها بتاعت الدول الافريقيه، هتلاقي برضو لعيبه المنتخبات الصغيره بقت عندها خبرات، كلها دلوقتي محترفين في انديه كبيره، كلها بتلعب تشامبيونز ليج، كلها بتلعب يوروبا ليج، كلها بتلعب في انديه كبيره، يعني ما بقاش عندك اللي هي المنتخبات المغموره، لا كل المنتخبات دلوقتي بتقدر تلعب وكل المنتخبات دلوقتي بتقدر تقدم المستوى المطلوب وفقا للتكتيكس اللي بيحطه المدرب. واخطاء المنافسين، يعني لو هنبص لمعظم مباريات البطوله ومعظم الاهداف هتلاقيها من اخطاء المنافسين. لكن احنا شايفين تراجع في المنتخبات المصنفه، ده ما فيش شك يعني. هو تراجع كبير قوي في المنتخبات المصنفه، ولكن يقابله الناحيه الثانيه ان المنتخبات الصغيره بتتطور. يعني منتخب الراس الاخضر في اول مشاركه ليه كان دور 16، بعدين كان يوصل ربع نهائي، بعدين امتحن المنتخب السنغالي. فمنتخب الراس الاخضر واحد من المنتخبات اللي قدمت كره كبيره قوي في الفتره الاخيره. المنتخب الانجولي السنه دي يعني هتلاقي عندك تطور كبير قوي في المنتخب الانجولي، حتى الناس كلها وصفته انه واحد من المنتخبات المرشحه بقوه انها توصل نصف نهائي. احنا بنتكلم كمان على زي ما كان شاذلي بيقول هي بطولة المفاجآت، يعني منتخب زي غينيا ما حدش كان يتوقع يعني انه يوصل للدور الثمانية. هل هو النهارده نقدر نقول عليه الحصان الاخضر مع كوتيفوار، خصوصا ان كانت في المركز الثالث في مجموعتها لو بنتكلم على منتخب غينيا؟ هو غينيا اللي ساهم معاها انها قابلت منافس مشابه ليها. يعني اللي ساهم ان غينيا توصل للمرحلة دي ان غينيا لعبت منافس متوازن معاها. لو كانت قابلت منتخب من المنتخبات القويه او منتخبات القوى العظمى زي ما بنسميها كده في افريقيا كانت هتواجه صعوبه كبيره قوي، وده اللي هيظهر المباراه الجايه. احنا لحد دلوقتي احنا بنشوف مقارنه بدور المجموعات بالاداء بتاع دور المجموعات، ولكن عند المواجهات الدور الاقصائي بتشوف المنتخبات كلها بمستوى الحقيقي، بتشوف الجاهزيه الحقيقيه، لان دايما روح البطل بتظهر في الادوار الاقصائيه ما بتظهرش في الادوار التمهيديه او دور المجموعات. فلسه هنشوف ان شاء الله المنتخبات الصغيره هنشوف منها ان شاء الله ده افضل يعني في البطوله ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم عن اداء المنتخبات اللي كان معروف عنها الاداء الجيد خلال السنوات اللي فاتت، كان طبعا المنتخبات العربيه للاسف خرجت كلها ومتبقي فقط المغرب. المغرب عندها مباراه مهمه جدا مع جنوب افريقيا، توقعاتك لشكل المباراه هيكون عامل ازاي؟ توقعاتي بشكل المباراه ان منتخب المغرب هيحاول يستغل تعثر السنغال يضيف بطوله ليه كانت غايبه بقالها فتره كبيره. هيستغل ان المنتخبات العربيه مش موجوده يحاول يحافظ على صوره المنتخبات العربيه في البطوله. وليد الكراكي مدرب ذكي جدا، وده شفناه في كاس العالم بيتعامل مع كل مباراه على حده، ما بيتعاملش بالنتائج السابقه. مدرب بيعرف امكانيات المنافسين كويس جدا، بيقدر يلعب على الهجمه المرتده اذا كان المنتخب اللي قصاده بيلعب ضغط متقدم على الدفاعات، بيقدر يوظف لاعبيه بشكل جيد. يعني برضه في المؤتمرات الصحفيه لو بتشوف تصريحات الكراكي بتشوف ان المدرب ذكي، ما بيديش المنافس اكتر من حجمه، يعني هو بيحاول يلعب على الشكل النفسي اكتر من الشكل الفني قبل المباراه. يعني برضه قبل مباريات دور المجموعات كان بينوه على الحراره والرطوبه والاجواء في افريقيا، وبينوه برضه على السلبيات اللي موجوده في القاره، ولكن هو في نفس الوقت مدرب ذكي، هو بيحط لعيبه المنافسين تحت الضغط نفسه اللي بيحس بيه لاعبه. فشايف المباراة ان وليد الركراكي هيقدر يتعامل وهيقدر يكسب ان شاء الله جنوب افريقيا النهارده. طيب كمان من يعني المنتخبات اللي كانت يعني مفاجأة لينا هو نيجيريا اللي لعب بطولة قوية جدا السنة دي وخرج الكاميرون من الدور ال 16، والكاميرون منتخب قوي. تعليقك ايه على ده؟ يعني تعليقك ايه على القوة اللي دخل بيها منتخب نيجيريا في البطولة؟ المنتخب النيجيري عنده واحد من افضل اللاعبين في العالم حاليا، مش داخل القاره بس، هو توج بجائزه افضل لاعب افريقي فيكتور اوسيمين نابولي الايطالي، عنده كريستيانو ايوبي، عنده لاعبين محترفين في اوروبا،
تمام، وعنده خوسيه بيسيرو. خوسيه بيسيرو بالرغم ان تجربته في افريقيا ما كانتش موفقه، ولكن يظل مدرب صاحب خبرات. المنتخب النيجيري هو بيلعب عنده امكانيات بيوظفها صح، المنتخب عنده لاعبين بيقدر يستغلهم سواء على الاجنحه سواء خط الدفاع، فهو اللي بيحافظ على قوه المنتخب النيجيري ان الدفاعات بتاعته قويه، وده اللي كان مميز نيجيريا في المباريات اللي لعبها سواء في المجموعات، ولسه ان شاء الله هيكمل نفس المنوال في البطوله، لان المنتخب النيجيري يمتلك القوه الهجوميه، عنده اسلحه هجوميه يقدر يستغلها سواء كان فيكتور اوسيمين سواء يوبي سواء اذا كان كوانسا، كل اللعيبه دي تقدر تستغلها بشكل جيد في الفعاليه الهجوميه. طيب احنا مش هنتكلم عن منتخب عربي بعينه، لكن هنتكلم عن كل المنتخبات العربيه اللي خرجت من هذه البطوله طبعا زي ما قلنا ما عدا المغرب. ايه السبب في خروج كل المنتخبات العربيه؟ هل اجواء البطوله الافريقيه هي اللي اثرت على اللعيبه، اثرت بشكل كبير على الاجهزه الفنيه؟ هل الرطوبه زي ما كنا بنتكلم؟ هل ارضيه الملعب؟ يعني ايه التاثير اللي ادى في النهايه الى خروج كل المنتخبات العربيه ما عدا المغرب؟ التأثير مش في الأجواء اللي موجودة في القارة بس، التأثير بشكل عام في الاستعداد. أنت قبل ما بتدخل البطولة لازم تكون مستعد ليها بشكل جيد، أنت بتحط نفسك الأول في مرحلة إعداد نفسي، بعدين إعداد بدني، بعدين بتختار القائمة المكونة من 27 لاعب، بعدين بتدخل بتعرف كل لعيب إمكانياته إيه، الإمكانيات الخاصة بتاعت كل لعيب، الفرق المنافسة، هل التكتيكس بتاعك وإمكانيات اللاعبين الموجودين عندك متوافقه مع الفكر بتاعك كمدرب هتقدر تطبقه ولا لا، وده اللي بيحصل في الكره كلها، بيحصل في كل المنتخبات، لكن هو فتره اعداد ممكن تكون مخيبه نظرا للجدول الملتحم في بعض الدول في افريقيا وخاصه الدول العربيه، واحيانا بننظر ليه برضو ان التراجع البدني اثناء البطوله بيتاثر بالعوامل الجويه، بيتاثر بالرطوبه، بيتاثر بالحراره، بيتاثر برضو بارضيه الملعب، انت كلاعب عربي مش واخد على الاجواء الافريقيه قوي، ما عندكش الالتحامات في اجواء صعبه بالنهارده. لكن انت زي ما قلت كده ان هو استعداد بشكل عام من جانب المنتخبات العربيه. احنا كنا زمان نقدر نقول انه مثلا مصر هتقابل الجزائر ده هيبقى ماتش ضرب نار زي ما بنقول، مصر وتونس ده ماتش قوي جدا وبيبقى ليه حسابات مختلفه، لكن اعتقد من اللي حصل مؤخرا زي ما انت قلت كده في المقام الاول هو استعداد، لانه المفروض ان اي منتخب بيستعد للبطوله وعارف هو هيلعب فين بالظبط سواء بقى درجه الحراره رطوبه كل الكلام ده لازم يكون مؤهل ومستعد من هذه الناحيه، لكن كان في استعدادات اخرى من جانب الاتحادات بقى، من جانب المدربين بالنسبه، من جانب اللعيبه كمان، واستعدادات نفسيه اعتقد كانوا محتاجينها اكتر الفرق العربيه. يا شاذلي الفرق العربيه كلها، يعني احنا لما نيجي ننظر للمنتخبات العربيه ايه اكثر انجاز حققته السنوات الماضيه، هتلاقي ان المغرب اكثر انجاز حققته هو كان كاس العالم بالنسبه لها، تمام، ونظرا للظروف اللي خدمت المغرب هي اللي وصلتها للمرحله دي. المنتخب المغربي عنده لاعبين، عنده اشرف حكيمي، عنده حكيم زياش، عنده نصيري، عنده لاعبين يقدروا يوظفهم كل مركز. حاليا احنا بنفتقر البديل، يعني لو هتبص في كل التشكيل كل منتخب بتلاقي القوام الاساسي البدل اللي بره مش بنفس الكواليتي اللي موجود صحيح. في القوام الاساسي. فانت عندك مشكله دلوقتي في اللعيب البديل، عندك مشكله دلوقتي في الامكانيات المتواجده عندك في كل منتخب. لو هتبص برضو انت منتخب تونس من بعد الجيل بتاع البطوله الماضيه مفيش لاعب هتقدر تعتمد عليه السنوات القادمه، يعني دلوقتي برضو بتقارن كل منتخب بالنسبه للامكانيات المتوفره ايه؟ انت ما بتفكرش انا عندي اسم الدوله، لا اسم الدوله خلاص اتنسى، يعني انت بتاخد التاريخ مالوش اي قيمه حاليا اكتر من المجهود، اكتر من القتاليه، اكتر من الروح، يعني معظم المنتخبات حاليا بتلعب بروح، بتلعب بقتاليه، ما بتلاقيش الموضوع موضوع ان فنيات فقط، لا بالعكس لو في فنيات وقتاليه هتلاقي تراخي. فده كان سبب كبير قوي في تراجع المنتخبات العربيه. طيب لو الموضوع مش فنيات بس، خلينا نتكلم عن يمكن تقييمك لمنتخب مصر، يعني وخروجنا من الدور ال 16، شايف ده ازاي؟ تقييم منتخب مصر، هو منتخب مصر كان قدامه فرصه كبيره انه يوصل نهائي. منتخب مصر انت بتلعب منتخب الكونغو، يعني على الورق واحد من اضعف المنتخبات اللي موجوده، لانه ما كسبش ولا مباراه في دور المجموعات زيه زي منتخب مصر، كانت الفرصه متوازنه. انت كمنتخب مصر واحد من المنتخبات المرشحه في كل نسخه من قبل بدايتها انك توصل نهائي او حتى تحصد اللقب، اكثر المنتخبات حصولا على اللقب 7 ألقاب، اكثر المنتخبات سمعه وعدد الانتصارات في القاره، فانت قدامك فرصه كده في كل الاحوال انك توصل نصف نهائي او نهائي. انت كمنتخب مصر دايما بتحط البدايه، ما بتكونش رد الفعل، لا انت بتكون الفعل، انت اللي لازم تهاجم،
يعني انا نظرت في الدقيقه 75، انت لازم تضغط، انت بتعمل تغييرات كلها، بتقفل نص الملعب، بتحاول تتراجع عشان توصل لشوط اضافيه تلعب ضربات جزاء. طيب وفين الفعاليه الهجوميه؟ عندك تغييرات هجوميه تقدر تغير، تقدر تغير في شكل الاداء، تقدر تعمل كرات بينيه، عندك لاعبين بيتوفروا كل الامكانيات. اه غياب امام عاشور وغياب محمد صلاح كان مؤثر، ولكن انت عندك 27 لعيب هتقدر تستغلهم طول البطوله، تقدر تحط كل لاعب في المقياس اللي تقدر تستفيد بيه. انت ما بتبصش لعدد اللاعبين الموجودين او مين اتاثرت بيه او مين انصبت بيه، لا بالعكس خالص. منتخب مصر اثر فنيا في البطوله. طيب مين مسؤول؟ يعني نقدر نقول بعض الناس بتلوم فيتوريا، مين مسؤول؟ هو مش فيتوريا بس، يعني القاء اللوم عمره ما بيكون على المدرب بس، التقصير بيكون من المدرب وبيكون من اللاعبين. يعني احنا شفنا امبارح فرانك كيسي مع المنتخب الايفواري قبل الشوط الاضافيه اجتمع مع لاعبي كوت ديفوار وقعد يتكلم، اللاعبين الكبار نيكولاس بيبي نفس الموضوع، كوامي نفس الموضوع، اللاعيبه اللي كانت بتتكلم يعني امرس فاي مدرب المنتخب الايفواري المساعد ما كانش بيقدر يتكلم معاهم، هو كانت اللعيبه الكبار هي اللي بتتكلم. فاحنا ما عندناش اللعيبه اللي تقدر تتحكم في غرفه الملابس، ما عندناش اللعيبه اللي تقدر ترجع الروح، ما عندناش روح القائد. كل ده غاب، الاجيال السابقه ما كانش عندنا عدد المحترفين اللي موجود حاليا، ولكن كانت بتقدر بتلاقي روح، بتلاقي قتاليه، بتلاقي غرفه الملابس مقفوله على اللاعبين، بتلاقي اللي يتكلم، بتلاقي اللي يوجه. فالتقصير من اللاعبين والمدرب عمره ما بيكون تقصير صحيح. المدرب فقط. طب هل هنلحق نغير؟ احنا داخلين على تصفيات كاس عالم دلوقتي، ويعني البعض بيقول ان احنا، بعض المتخصصين يعني في المجال الرياضي والنقاد بيقولوا ان احنا مش هنقدر نغير ولازم نفضل على وضعنا مع فيتوريا ونفس قائمه اللاعبين، او ممكن يكون في بعض الاضافات، هل نلحق نغير؟ انا مع الاستقرار. في بعض الاصوات داخل اتحاد الكوره حاليا مع رحيل فيتوريا وكمان الشرط الجزائي بتاعه بتاع الراتب ممكن يكون عائق في انه يرحل، بس انا مع برضه انه يستمر. روي فيتوريا كان بادئ بشكل كويس بس البطوله ما خدمتوش. اي مدرب في الدنيا بيجي فتره عنده اللعيبه نفسها مش بتساعده، او هو نفسه ما بيعرفش يدير الخطه او يدير المباراه بالشكل الكامل. احنا لو بنلاحظ اقرب مباراه لينا كانت مباراه امبارح السنغال وكوت ديفوار. فاي ماسك قبل المباراه بخمس ايام، قدر يجمع اللاعبين، قدر يحط خطط، قدر يلعب المباراه على جزئيات، قدر انه يجاري المنتخب السنغالي. في الاول تراجع، لعب بعدين على المرتدات، جه في جون، عمل تغييرات هجوميه، هاجم. طيب جاسب. المهم بس نكون اتعلمنا الدرس يا محمود. طبعا احنا بنشكرك جزيل الشكر محمود صبري الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.